السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأحيان كان عنده مشكلة في الريفت، ألا وهي أدنس كتيرة جدا مسطبها، فهو لما بيتحمل بياخد وقت كتير في التحميل وبيبقى تقيل في الشغل. وممكن الأداة دي بستخدمها مثلا، طبعا في أدوات بستخدمها بشكل يومي، بس في بعض الأدوات ممكن مثلا مرة في الشهر، فين وفين لما أكون بعمل حاجة معينة. فالريفت بيتقل على الفاضي، تمام. فقعدت أدور على حاجة، فلقيت فعلا في أداة هيت، هتركوا رابط اسفل الفيديو، ستانك ادنس مانجر، بتقول له داونلود واروح محملها. هو الملف مضغوط، اهوت. بعد ما بفك الضغط بلاقي عندي الفولدر اهو، اقول له ادنس مانجر، ادخل في البين، الاقي ديباج، الاقي ملف. الملف ده كل اللي عليا ان انا ادوس عليه مرتين فبيفتح معايا، فبيجيب لي كل نسخ الريفت من اول 2013 لحد 23 وهكذا. يعني اقول له مثلا انا عايز اللي هو مثلا 22، فبيقول لي دي كل الادنس الموجوده. شايف كتار جدا يعني، تمام. حاجه مثلا زي الانسكيب ممكن ما احتاجهاش غير فين وفين، تمام. يعني مش كل يوم تحتاج ان هو يكون موجود معاك. فكل عليك ان انت هتقول له انيبل او ديسيبل، تقفل وتفتح تلاقيه اشتغل معاك وهكذا، تمام. يعني انا مسطب مثلا الماجيك جيت ده فين وفين لما بستعمله، بس بياخد فعلا بيبقى شكل قوائم رهيب. فكل اللي انا بعمله ان انا بعلم سيلكت على الحاجات اللي انا عايزها واختار انيبل او ديسيبل. فدلوقتي الريفت فتح معايا زي ما انت شايف، مفيش ادنس خالص موجوده، تمام. ممكن اشوف مثلا التصدير لنفس وركس ده اللي انا مستخدمه كتير، فده اللي هظهره، فاقدر اتحكم في ايه اللي يفتح ويقفل، بدل ما اخد الفولدر اللي فيه الادنس واخده بره وكوبي بيست وهكذا. يعني كانت ان انت تلاقي حل مانوال هتلاقيه متعب، انما كده دي شايف انها احسن اداه افادتني. ابدا بقى اسطب، ابدا افعل، يعني مش هسطب تاني، لا، مجرد ان انا هاجي على الحاجه اللي انا عايزها واقول له انيبل وتبدا تشتغل معايا ان شاء الله.